بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح الضمائر، ضمائر الفاعل وضمائر المفعول. الضمير أولا هو الكلمة اللي احنا بنحطها مكان الاسم، فإذا كان الاسم ده فاعل يبقى هنحط ضمير فاعل، وإذا كان الاسم مفعول هنحط ضمير مفعول. ضمائر الفاعل في الإنجليزي اللي هي I و he و she و it و we و you و they. فمثلا في الجملة الأولى بيقول أحمد لايكس تي، أحمد هنا فاعل ولايكس فعل وتي مفعول، فعشان كده لما نحوش أحمد هنحط مكانه هي لأنه فاعل مفرد مذكر. بالضمير هي بيوضع مكان الفاعل المفرد المذكر هي لايكس تي. ايه مكان ضمائر الفاعل؟ توضع ضمائر الفاعل قبل الفعل. هبة gets up early، هبة تستيقظ مبكرا. هبة هنا اسم وفي الجملة فاعل و gets up فعل، فلما نحوش هبة لأنه مفرد مؤنث وفاعل فنحط مكانه she، she gets up early. The cat is playing، القطة ده فاعل، is playing ده فعل، فلما نحوش المفرد الغير العاقل هنحط مكانه it لأنه فاعل. The boys are reading، الأولاد يقرؤون. The boys اسم جمع وهنا the boys فاعل، are reading ده الفعل، هنحوش الاسم اللي هو the boys اللي هنا فاعل، هنحط مكانه ضمير فاعل اللي هو they، هتبقى they are reading هم يقرؤون. هاني and I are friends، أنا وهاني نكون أصدقاء. هنا هاني and I فاعل و are فعل، هنحوش هاني and I اللي هو فاعل ونحط مكانها ضمير فاعل اللي هو we، هتبقى we are friends. واحنا في الإنجليزي لما نعوز نقول أنا وهاني فبنقولها كده هاني and I، أنا وأحمد هنقول أحمد and I، وهكذا. I speak English، أنا أتحدث الإنجليزية. هنا I فاعل، speak ده الفعل و English ده مفعول، يبقى I ضمير فاعل وتتحط قبل الفعل. You are clever، أنت تكون شاطر أو ماهر. هنا you ضمير فاعل وجاية برضو قبل الفعل. النوع الثاني من الضمائر هو ضمائر المفعول. ضمائر المفعول برضو هو اللي بتحل محل الاسم، بس لازم الاسم المرة دي يكون مفعول، والضمائر دي بتوضع بعد الفعل أو بعد حروف الجر. الضمير الفاعل اللي هو I هنحوله لضمير مفعول هيبقى me، وهي هتبقى him، she her، it it، we us، you you، they them. وعلشان نفهم أكتر نحل مع بعض. رقم واحد I ولا me like English، هنا like يحب ده فعل، يبقى الضمير اللي يجي قبل الفعل لازم يكون ضمير فاعل، فهناخد I. الحل I like English، أنا بحب الإنجليزي. رقم اتنين سهى gave I ولا me the book yesterday، الفعل هنا gave، يبقى الضمير اللي يجي ورا الفعل لازم يكون ضمير مفعول، عشان كده هنختار me. يبقى الحل سهى gave me the book yesterday، سهى أعطتني الكتاب بالأمس. he ولا him likes English، بص هنا likes يحب ده فعل، يبقى الضمير اللي قبل الفعل لازم يكون ضمير فاعل اللي هو he، يبقى الحل he likes English هو يحب الإنجليزي. I visited he ولا him last week، هنا visited ده فعل، الضمير اللي بعد الفعل لازم يكون ضمير مفعول فهناخد him، يبقى الحل I visited him last week، أنا زرته الأسبوع اللي فات. she ولا her likes English، هنا likes فعل، يبقى الضمير اللي قبليها ضمير فاعل اللي هو she، يبقى الحل she likes English هي تحب الإنجليزي. في رقم ستة I gave she ولا her the book 2 days ago، طبعا gave ده فعل لازم يجي وراه ضمير مفعول، فعشان كده هنختار her
ويبقى الحل I gave her the book 2 days ago، أنا أعطيتها الكتاب منذ يومين. رقم 7 we ولا us go to school، هنا عندي فعل اللي هو go، يبقى الضمير اللي قبل الفعل ضمير فاعل، فعشان كده هنختار we، ويبقى الحل we go to school، نحن نذهب إلى المدرسة. رقم 8 the teacher saw we ولا us playing yesterday، الفعل هنا saw اللي هو رأى، يبقى أنا عاوز ضمير مفعول اللي هو us، ويبقى الحل the teacher saw us playing yesterday، الأستاذ شافنا بنلعب امبارح. رقم 9 they ولا them live in Cairo، طبعا هنا live ده فعل، عشان كده أنا عاوز قبليه ضمير فاعل اللي هو they، ويبقى الحل they live in Cairo، هم يعيشوا في القاهرة أو هم يسكنوا في القاهرة.